السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا المحاضرة الأولى من الكورس بتاع الكياد ستاندرد، وإن شاء الله صديقي العزيز هيشرح لنا بالتفصيل إزاي نعمل كياد ستاندرد للشركة، وإزاي يبقى فيه نظام معين الشركة تمشي عليه، إزاي نعمل النظام دوت. وطبعا حسن غني عن التعريف والناس كلها عارفاه، حبايبي كلهم كتير يعني إن شاء الله. شرفت ان انا اشتغلت معاه وتعلمت منه كتير، وهو ما شاء الله يعني من الناس المجتهده جدا واللي بيطور نفسه باستمرار، ومن الناس اللي حتى عامل لسبات كتيره جدا في الكاد قويه جدا وبتسهل علينا في الشغل. فان شاء الله يعني استاذ حسن محمد هو خبره ما شاء الله 20 سنه في الستاندرد وكاد ستاندرد والاثبات، وازاي الواحد يعمل سيستم للشركه اللي هو شغال فيها. فإن شاء الله يعني أنا متوقع ناس فات كتير جدا وتعلم حاجات كتير جدا النهارده إن شاء الله. اتفضل يا أستاذ. الو، ألو، اتفضل، سامعينك، اتفضل. اتفضل. بسم الله اتفضل. والصلاة اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم حسن. احنا اولا حسن ده رسام قياد من فوق 20 سنة، شغال جديد في دولة الإمارات حوالي 7 سنين. كملت في مصر هنا ديتيلر، دلوقتي شغال في الشغل دلوقتي في الديتيلز اكتر منها في الوركينج العادي. شغال في البري كاست ديتيلز اساسي، جي ار سي ديتيلز، الحاجات دي كلها شغال ديتيلز. مبرمج بالليزب من 2007. ابتديت ادخل في الستاندرد والدرافتنج والحاجات دي كلها من تقريبا 2008 و2010. السيستم هو ده حسن. بعد كده بنتكلم عن ايه، عن الستاندرد. هو ايه الستاندرد؟ هو انا عايز اعمل نظام للشركه. الشركه هنتكلم عنها ان هي ايه. الشركه فيها مقومين اساسيين، احنا بنتكلم بالنسبه لنا احنا في مقومين اساسيين. اولا الامبلي، الموظف اللي جوه، والوقت. اولا لازم نرفع مستوى الموظف، اذا كان موظف ايا كان بقى، اذا كان درافت، اذا كان مهندس، اذا كان انجينير، اذا كان مانجر، مدير، او ايا كان. وفي الوقت، ازاي نوفر الوقت عشان نوصل اللوحه تخرج من عندنا بمستوى يدوت بالمكتب. لازم المكتب اللوحه دي يبص عليها اقول ده مكتب اكس، مكتب واي، مكتب كذا، هو ده اللي ايه، هو انت بيطلع لنا الشغل. طيب عايزين نبص على التعريف كده. دي ده حسن كاد، الايميل بتاعي لو اي حد محتاجه، انا اي حاجه موجود في الايميل الورد. السلام عليكم. السلام. هي بس الكريم مش معمول لها شير سكرين. حاضر. كده شير كده تمام يا فندم، والصوت بس يا ريت يعلى شويه. كده كويس؟ كده تمام يا فندم، الف شكر. تمام كده؟ تمام. تمام. طب نبتدي من تانية بس بسريع جدا. الاول بس نتعرف على بعض بالكاميرا. انا حسن اهو. كده اتقابلت مع ناس كتير، وليا الشرف اني قابلت ناس كتير جدا في المجال ده. بس هلغي الشاشه بس عشان ايه؟ الكاميرا عشان الترافيك بس في الشاشه. ممكن يبقى ان شاء الله ده الاوتوكاد. احنا دايما الاوتوكاد الستاندرد بيعتمد على بره الاوتوكاد اكتر من جوه الاوتوكاد. انا بنظم الشغل بتاعي الاول، بعد كده بخش في المرحله الاخيره اشتغل على الاوتوكاد. يعني ايه ستاندرد؟ هنتكلم الاول بس تعرفوا، نجيب تاني الشاشه. درافت 20 سنه والديتيلز والحاجات. ده الايميل بتاعي لو اي حد يحب يبعت لي اي حاجه على الايميل، انا حاضر. تمام. ده الوورد بريس بتاعي، البلوج بتاعتي، وده اليوتيوب. تمام. نيجي على الستاندرد بقى. الويكيبيديا معرف الستاندرد على ان هو ايه، a set of guidelines for the way computer is designed CAD should appear. هو الجايد لاين. يعني ايه جايد لاين؟ هو خط بيعرفنا، خطوط عريضه بتعرفنا الشغل بتاعنا ازاي. طب هو في سيستم معين يعني ايه ستاندرد يجي لمكان ما؟ لا، مفيش ستاندرد معين يمشي لكل الاماكن.
ده صعب جدا نلاقيه. ليه؟ لان كل مكان ليه الفكر بتاعه وليه الطريقه بتاعته في الشغل، فممكن يغير من مكان لمكان. حجم العمل بيفرق، اه حجم العمل بيفرق طبعا. في حجم العمل مثلا صغير مجموعه فيلل، انا مش محتاج ان انا مثلا 200 لاير في المعماري و150 لاير في الانشائي، لا هو بيتحاول تقل المعلومات، بتقل المعلومات شويه وبتقل الداتا شويه، فممكن نوصل مثلا ل 50 لاير مثلا. طيب الستاندرايزيشن ده بيعتمد على ايه؟ انا بعمل ايه؟ انا بظبط حاجات معينه، ده جزء منها. بعمل ايه؟ بعمل سيرفر، السيرفر نفسه بعمل له ارينجنج، وبعدين بظبط البروجكت تري، وبعدين بظبط الفايل نيمنج، اللايرز، اللاين ثيكنس، لوكيشنز، السكيل، والفي بوتس. طيب عايزين اول حاجه احنا ليه بنعمل استراكشر للفايل؟ احنا عايزين مثلا حد فينا كده يفكر مره ان هو ايه حاب يجيب داتا معينه من فايل قديم، هيلاقي مثلا مكتوب ايه، مكتوب مثلا فيلا محمد، ممكن مثلا عندي اثنين فيلا محمد، فيلا محمد الخبر، وفيلا محمد في قطر، وفيلا محمد في مصر. فالموضوع بقى ايه، هقدر افتح كل فايل واشوف هو مين، واشوف هو ليه وازاي، وبعدين ارجع فيه لا مش هو، اعتمد على الذاكره هو مين ده. تمام. طب ده كده يبقى انا هضيع وقت كبير جدا. طب انا عايز سيستم اعمل بيه نظام، سيستم نظام اعمل بيه ان انا اوصل المعلومه بسرعه. تمام. بعد كده والسهل ان اوصل لها، فلازم اعمل النقطتين دول. دي بتترجم في المكتب الاستشاري ان هي سيفنج تايم. سيفنج تايم يعني ايه؟ يعني سيفنج ماني، يعني الموظف اللي قاعد مرتبه مثلا اكس بدل بيقضي مثلا نص ساعه في اليوم بيقعد يدور على حاجه قديمه، ويدور على الريفيجن انه، ويدور مش عارف على بلوك عايز يجيبه، لو قعد نص ساعه بس في اليوم، تيجي نحسبها بنص ساعه في اليوم مثلا، هنقول مثلا عندنا هنقول مرتب 1000 جنيه للواحد، طبعا 1000 جنيه كتير طبعا. 1000 جنيه مثلا هيقعد نص ساعه او ربع ساعه في اليوم، يعني كده كام؟ يعني ادي التمن، انتم متخيلين الوقت قد ايه؟ ربع التمن، ربع التمن لو موظف واحد، يعني كده لو هم اربع موظفين يعني تمن مرتب، يعني لو 30 موظف، لو الشركه فيها 50 موظف مثلا، يعني كده انا ضيعت يوم من الشركه للموظف. نحسبها في الشهر، نحسبها في السنه، هتلاقي مبلغ حاجه محترمه. ايه كل ده؟ ليه؟ عشان يوصل، عشان عايز يوصل لحاجه معينه. طب ما نعمل له سيستم يسهل عليه الوصول للفايل ده، يوصل الفايل عشان يعرف يشتغل عليه، يبقى كده وفرت عليه بدل ما ياخد نص ساعه ياخد 10 دقائق. طب انا ممكن اوصله يبقى 5 دقائق، لو عرفت اوصله ان هو يوصل في دقيقه ان هو يفتح الفايل، يبقى انا كده انجزت، وفرت على الشركه نص ساعه للموظف الواحد. متخيلين التوفير قد ايه؟ طب حاجه ثانيه، ان سهل ان اوصل له بقى الفايل، في سيستم معين، في زي محطوطه معينه عايز اوصل لها هلاقيها، يبقى سهل اوصل لها. طيب اول حاجه بنبتدي على السيرفر. السيرفر بتاعنا هو ايه؟ الاساس بتاعنا. فانا السيرفر عندي طبعا ده بتعاون مع الاي تي، بقول له انا عايز اربعه فولدرز بيعملهم لي مابس على الـ على الـ على البي سي بتاعي. طيب اللي هم ايه؟ الريسورسز. ده على فكره سيستم كنت عامله لشركه المنجم السكري للذهب، وده دليل، يعني هو دليل على ان مش فيش سيستم جاهز لكل حاجه. انا كنت عايز سيستم جامد جدا ليهم، طلع ان السيستم، ان طلع ان الشبكه عندهم مش مستاهله ده كله، فاضطريت ابتدي اقلل في الفكر، لان هو كده لو عملت انا ممكن اوصل لمرحله ان انا اعمل حاجه قويه جدا، ولكن هتعمل ايه؟ ممكن تعطل الشغل. الفكره يا جماعه ان انا مش لازم اعمل حاجه قويه جدا توصل معايا لمرحله ان انا في كيرفنج العمل بيوصل للقمه وبعدين بتلاقيه نزل تاني، فممكن اوصل لمرحله ان انا اعمل سيستم قوي جدا بس هيعطل الناس. فده دليل على ان انا لازم ادرس المكان كويس واشوف هو عايز ايه. طيب نبتدي السيرفر بتاعنا اهو، اس جي ام اللي هو سكري جولد مينس. انا اقسم الاربع فدرات، الاول عشان نوصل للمعلومه صح، ففي الريسورسز المصادر بتاعتي، وبعدين في البروجكتس بتاعتي، وبعدين البلوتون، وبعدين الشير اون. نيجي واحد واحد فيهم. الريسورسز ايه؟ دي كل المكتب الهندسي محتاج ريسورسز دايما، زي الكودز. اللايبرري بتاعتي فيها كودز مثلا، فيها كتب معينه في الحاجات، في كتب اشتغل بيها يعني محتاجها.
صح يا جماعة، بس ممكن حد يقول لي عايز اشتغل في فوكس على الريسورسز اهي. طيب الريسورسز بتاعتي بتبقى اللايبرري، المانيوالز، الجرافيكس الموجوده، الريفرنسز. اللايبرري بتاعتي اللي هي انا بحط برسم اللايبرري بتاعتي، لو الاقسام يبقى في مثلا في قسم جنرال، في قسم للكتب المعماريه، كتب الانشائيه، كتب الميكانيكال عامه، الاتش فاك، الفاير بروتكشن، الحاجات دي كلها. كل قسم بيبقى طبعا دي كلها اقسام داخليه بنحطها. المانيوالز بتاعتنا كلها بنحطها. طبعا دي التقسيم ده مثلا انا هفتح الفولدر بتاع الريسورسز ابص عليها، عايز لايبر، انا عايز حاجه في اللايبرري، افتح اللايبرري فولدر لايبرري جواها الاقي الحاجات اللي انا عايزها. طيب البروجكتس طبعا ده الموضوع بتاعنا هو الرئيسي، فاحنا هنسيبه شويه في التقسيمه دي، هنسيبها دلوقتي. دي الحاجات اللي اتطبعت بلوك اون، الحاجات المطبوعه الجاهزه اللي احنا اللي احنا بعتناها للعميل خلاص جاهزه. الشير دي اللي هي اللي هي الشيرنج ما بين الموظفين بعضهم، حاجات مؤقته طبعا ده بيتملي دايما بسرعه لانه حاجات مؤقته. انا عايز اوصل لك، عايز ابعت لك ملف ولكن هو مش تبع المشروع معين او ديتيل معين طلبتها مني اعملها، فانا بعملها لك. الشير عامه اللي هو ما بين الاقسام وبعضها، ما بين الموظفين وبعضهم في الاقسام مختلفه. طبعا بقسمها المانجمنت، الاركتكشرال ستراكشر، ممكن اخليها فولدر واحد بالاسامي كلها. طبعا دي حسب حجم المكان وحسب حسب عدد الموظفين. بعد السيرفر دي البروجكتس بقى اللي احنا بنتكلمنا فيها. الفولدر البروجكتس اللي فيه ده الاساسي بتاعنا، بنعمل فيه الكونسبت، ورك سيت، بيرميتس، ريكورد. المشروع طبعا احنا كلنا عارفين السيستم بيدخل ازاي، في مشروع بيجي لنا بنعمل الكونسبت بتاعه بنقدمه للعميل. طبعا ده الكونسبت ده الناس بتشتغل عليه لوحده، فده مش بروجكت لسه، لان في كونسبت ممكن ما يتقبلش، يبقى المشروع لسه اندر ستادي، لسه ممكن ما يكونش مشروع، فبيتحط في مكان ما عشان يبقى، لان ممكن المكتب يجي له مثلا 20 مشروع يشتغل منهم خمسه او سته. تمام. فالكونسبت دي الكونسبت بتاعنا هنقسمه لجوه لجنرال. طبعا المربع ده فولدر، احنا لازم نتخيل الموضوع ده فولدر. في فولدر الجنرال، برزنتيشن، الريفرنس داتا، ندخل جواهم بقى. فالكونسبت البرزنتيشن بتاعنا موجود من ملفات اوتوكاد، ملفات ايمجز، كتالوجز بتاعتنا اللي احنا بنقدمها، ال 3 دي اللي بتقدم، الديزاين ريبورت، الهيستوري بتاعت المشروع او الهيستوري اللي احنا عايزين نقدمها للمكان. طيب البروجكتس نفسها اللي هي بين اللي هي الورك سيت بتاعتنا دي الاساسيه بتاعتنا، هنسيبها برده شويه عشان هنرجع لها تاني. ناخد في البيرميتس دي الحاجات اللي بتاخد موافقات البلديات. دي المرحله اللي انا خدت فيها موافقه للبلديه عشان اقدر ارجع لها في اي وقت لو حصلت اي كان مشكله او حاجه اقدر ارجع لها البيرميتس تاني. طيب الريكورد دي اي تسجيل اي حاجه تبع المشروع احب اشيلها. ده هي مثلا العميل بعت لي حاجه، انا شغال اوت سورس للناس، في اوت سورس مثلا للبلامنج، للرودز مثلا، عندي مشروع جالي فيه رودز، بس مشروع ما بيجيليش رودز كتير، مشروع طرق ما بيجيليش كتير فيه قوي، انا مش هعين عندي ناس موظفين عشان الرودز، فانا ممكن اوديها اوت سورس، فيبقى الان اهو دي الحاجات اللي بتيجي. تمام. والاوت دي البيرميتس. ادي الان اهي، ادي الاوت، الحاجات اللي انا ببعتها بقى للناس، طبعا متقسمه لكل واحد موجوده، لكل قسم موجوده. تمام. لكل ريفيجن يبقى كل قسم موجود. دي طبعا التسليمه اللي هي دي بي دي دبليو دي السي تي، كل الريفيجنز موجوده اهي، كل قسم هتلاقي فيه الريفيجن بتاعته. ماشي. وكل ده متسجل في اللوج، ممكن يكون ملف اوتوكاد، سوري ملف اكسل او وورد او ايا كان. ماشي. هنا بقى البروجكت مانجمنت هي اللي ده الفطر بتاعهم هم. في حاجات خاصه بالمانجمنت بتقدمها بيحطها فيها. تمام. دي البيرميتس بقى. هنا هنيجي نبص هنلاقي ايه متقسم على داتا بس، اللي هو البلديه والسيفل ديفنس. طبعا احنا ممكن حسب ما احنا بنقدم فيه، يا اما
قسم واحد بنقدم له اللي هو بلديه حاجه واحده وخلاص. في اقسام تانية ممكن نقدم للسيفل ديفنس، ممكن نقدم للاستراكشر لوحده، الاركتشر لوحده، الفاير لوحده، وهكذا. كل حاجه بتتقسم، فاحنا بنقسم الفدرات دي. عشان كده بنقول احنا يعني مثلا السكري اللي انا كنت عامل الحاجات دي، هو ما عندوش بيرميتس لان هو شغله كله داخلي، هو بيبني لنفسه وبيعمل لنفسه، مش محتاج موافقات، لان هو اصلا الموافق هو عنده سيستم بتاعه هو اللي شغال بيه، فما بياخدش موافقه من بره للدفاع المدني مثلا عشان يعمل المبنى بتاعه بطريقه معينه، ما بياخدش موافقه معماريه من حد عشان يبني مبنى معين، لان هي كلها بيعمل مباني خدميه ليه هو. هم عندهم قسم جوه القسم بتاعهم المكتب الفني دي، طبعا الموقع كبير فبيحتاج مباني كتير ومباني شغاله فيه كتير، بيبنوا مباني لان مملكه مستكشفه جديده فعايز لها مبنى معين، فبيعملوا الحاجات دي كلها جوه في المكتب الفني، فالحاجات دي كلها بتبقى عندهم. تمام. طيب البيرميتس والريكوردز. طيب نيجي بقى، عايزين نبتدي بقى ايه، دي مقدمه كانت ظريفه للحاجات كده لحد دلوقتي. انا في معلومه، في سؤال معين عايزين مسؤول عنه؟ في سؤال؟ الو سامعيني يا جماعه؟ سمعناك تمام. لو في اي سؤال يا جماعه ممكن يتبعت في الشات او تعمل ريز هاند للمشاركه. في حد يسأل في الجزء اللي فات؟ طيب نكمل. استاذ محمد، محمد الملا اتفضل. اسمع باشمهندس محمد اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. هو ممكن لو حضرتك تشرح لنا ازاي نشتغل على الحاجات ديت في الكاد نفسه، يعني نشتغل الاكس ريف ونشتغل في اللايرز مظبوط، يعني نشتغل شغل بروفيشنال بس يكون على الكاد نفسه. حاضر. ده لسه المرحله الجايه، احنا اتفقنا في جزء لسه بره الاوتوكاد اصلا، احنا يعني لسه في الاوتوكاد هيكون في ان شاء الله حاجه على هو في جزء منه، ما احنا اتفقنا اهو. نرجع تاني للاول. واضحه كده؟ في الفايل نيم طبعا دي من بره الاوتوكاد كله لغايه دلوقتي. هنخش بقى على الكاد لير ستاندرد ازاي نخشها، وفي الثيكنس والانوتيشن والتكست والديمنشن هاي سكيل والكيبورد انوتيشن الحاجات دي هنخش. انا يا جماعه الجزء اللي انا يعني ان شاء الله كل حاجه جايه، انا بس النهارده احنا المقدمه، لان هي دي مش محتاجه اتكلم فيها كتير. انا بتكلم لان اللي بعد كده هيبتدي يشرح في الموضوع، ودي كلها حاجات بتتعمل مره واحده او مرتين في المشروع، في السلسله كلها في السيستم بتعمل مره واحده، فمش محتاجه ان احنا اتكلم فيها كتير. فهي تبقى طبعا عندك الريكورد بتاعك او الداتا بتاعتك دي موجوده، فانت عارف تمشي ازاي وتخلص فيها. تمام. فعايزين نتكلم فيها بالسهاب اكتر. انا ممكن حد محتاج سهاب اكتر في نقطه معينه من اللي احنا اتكلمنا فيها؟ طيب نكمل. خلصنا الحاجات دي كلها، هنخش بقى يعني ايه فايل. احنا الاساسي عندنا في الشغل المكتب، عايزين نبص يا جماعه هو الاساسي عندنا في المكتب ايه؟ المكتب الهندسي، المكتب الاستشاري، عايزين نشتغل. احنا الاساسي عندنا ان احنا نطلع لوحه للموقع يشتغل عليها صح، لان ده هو الاساس عندي انا. العميل بطلع له برسبكتيف، فمش هيفرق معاه قوي، هو عايز يشوف شكل المبنى، هو ده شكل المبنى اللي انا عايزه. طب هننفذه ازاي؟ العميل يبقى ينفذه في الموقع، فانا لازم اطلع له لوحه ماشي مظبوطه مهيئه ان هو يشتغل بيها. فقبل ما اطلعها له عنده، لازم تكون عندي انا اصلا في الشركه في المكتب عندي السيستم مهيئ عندي ان انا اطلع سيستم، اطلع لوحه مظبوطه. منهم الفايل نيمنج. الفايل نيم ليه؟ عشان اقدر افصل لوحات. يعني مثلا احنا لو عملنا سيستم ماشي مظبوط، احنا ممكن ناخد لوحات المكتب كله ونحطها في فولدر واحد، مش يعمل اوفر رايت. تمام. ليه؟ لان عامل سيستم صح. هنشوف ازاي سيستم هيبان دلوقتي هنعمله. طيب وبعدين انا عايز اطلع شغل بسرعه، فلازم اعمل حاجه بطريقه تبقى سهله يوصل لها ماشي. لو وصلت ان انا وقت اصلا اللوحه معرفه صح، و
الوقت اللي بوصلها بسرعه، فكده يعمل لي ايه؟ هيقلل الاخطاء، ان انا افتح لوحه غلط ممكن اخد منها معلومه غلط تضرني اكتر من تنفعني. تمام؟ طيب هنيجي على البروجكت نيم. البروجكت نيم اللي هو احنا ابتديناه في الاول، اسم الفولدر اللي فيه المشروع كله. تمام؟ تيجي نبص يا جماعه الاول على ايه رايكم، نيجي نبص على مشروع ونخش في البروجكت نيم بتاعه. رايكم؟ ادي البروجكت تمبليت اهو، ده البروجكت بتاعنا. ماشي؟ الكونسبت اهو دي اللي احنا اللوحه اللي احنا كنا شغالين عليها لسه. ادي الكونسبت اهو، وادي الورك سيت، ادي البيرميتس، ادي الريكورد. بدخل جوه الكونسبت بحط الفولدرات بتاعتي. ادي 1 الاولانيه دي 1 كونسبت، 1.1 جنرال، 1.0 الجنرال، 1.2 بريزنت اللي هي البرزنتيشن، 1.2 ستادي، 1.3 السايت داتا دي المعلومات في الموقع. انا ممكن انزل انا دلوقتي انا باجي اصمم. طبعا حضراتكم عارفين لما نيجي نصمم المبنى محتاج معلومات في الموقع، عشان اجيب مثلا فين الشمال بتاعي، فين المباني اللي جنبي، الطراز بتاعها ايه، فانا هعمل ايه. طبعا دي داتا معينه، فانا لازم في طبعا داتا كتير المعماري بيحب يشوفها من الموقع فبيلاقيها، هيدور هيلاقي هنا، فهو ما يقعد بقى يدور طب يا جماعه فين الفايل، طب هات لي الفايل فين. هو عارف انه يخش المشروع بتاعه هيلاقي السايت داتا فين. تمام؟ ده الكونسيبت. طيب السايت ورك هو ده الاساسي بتاعنا اللي هو فيه الجنرال والبيلدينج والسايت والكونتراكت دوكيمنت. تمام؟ هنرجع بقى في الحته دي، هنوقف عشان ايه نشوف اللي احنا بنعمله. طيب انا دلوقتي عايز اسمي الفايل ده من بره اديله اسم معين عشان ما يتلخبطش، يبقى في مشاريع كلها هنا فولدر موجوده ما يتلخبطش مع بعضها. طب انا هعمل ايه؟ هعمل بعض الكونفجريشن لاسم الفولدر نفسه عشان يشتغل. سي واي واي بي ان بي دي. السي هي ايه؟ الكانتري او السيتي اللي انا فيها. ايه الفرق بينهم؟ في واحد في مثلا شغال مكتب شغال في مصر بس، كل مشاريعه في مصر او في القاهره، ما بيخرجش او مش عايز يخرج بره القاهره، فمش محتاج الحرف السي، هيحط على طول يلغي السي ويكمل بعديها. لكن هو مثلا في القاهره في محافظات شغال فيها، يعني مثلا كنا شغالين في مصر في موقع مثلا بيشتغل الاوف شور او اون شور، مثلا محطات الغاز مثلا، يعني المحطات الغاز مش موجوده في حته واحده، في كذا حته فيها، في كذا محافظه. انا هضطر بقى اكتب انا ايه، احدد المحافظه، كل محافظه ليها كود بتاعها. طيب اكبر شويه الموضوع، اكبر شويه، ده انا بشتغل في مدن في بلاد ثانيه، مثلا هشتغل ان في الكيو هي قطر، كي كويت، يو اللي هي يو اي اللي هي الامارات، اس سعودي عربيا. ممكن احط حرف واحد او اثنين حسب ما انا حجم العمل عندي. طبعا الحاجات دي كلها شايفين هي متغيره فاريبلز كلها. طيب الواي واي اللي هو الايه، السنه، الواي واي سنه، بكتب السنه بتاعت المشروع. طيب والبروجكت، البروجكت نمبر بتاعنا. طبعا احنا ايه، لما المشاريع بتخش الشركه بتخش مثلا على البروجكت مانجمنت بيديها رقم يونيك نمبر، رقم كده مميز لكل مشروع. هو المشروع ده رقم كام دخل في الشركه؟ ده رقم 1 2 3 4 5، ده بيتصنف بالترقيم. تمام؟ فده ليه رقم. وبعدين بقى عشان برضو للناس اللي ما بتحبش ارقام بتبقى عايز اسم، فبعمل ديسكريبشن للمشروع معين. تيجي نجيب مثال، مثلا ادي اي 2053 بنانا مول، اي اللي هي ايه؟ ايجيبت، يبقى المشروع ده في مصر. 20 اللي هو في سنه 2020، المشروع رقم 53. فانا لما اجي هقول لك مثلا، حضرتك مثلا هتسالني على معلومه، مثلا هتقول لي او انت انا وانت شغالين في مشروع واحد، ماشي، بس انت في مشروعين وانا في مشروعين، نفس يعني انا وانت شغالين في مشروعين مع بعض، احنا شغالين في انا مشروعين دلوقتي 53 54. فانا اقول لك بص على المعماري في المشروع 53 بتاع السنه دي، يبقى كده انا قدرت اوصل لك للفولدر بتاع المشروع، هتفتح هتلاقيه موجود ده. طب تيجي نحط بقى الحته دي معانا في المشروع، ادي اي 2053 بنانا مول، نطلع على البروجكت نيم، على البروجكت بتاعتنا اهي. هنعمل طبعا بناخد نسخه من ده يبقى اصل عندنا. ونيجي نخش هنا، المشروع ده في مصر سنه 2035، اسمه بنانا
بنانا مول. تمام كده يا جماعه؟ طب لو مشروع تاني دخل يبقى رقم تاني، نبتدي ناخد من الاساس بتاعنا ونبتدي نعمل ايه؟ مشروع تاني. طيب هناخد مشروع تاني هو موجود ده مثلا في قطر برضه سنة 20، بس هو مشروع رقم 5054. ده ايه؟ ده سليم مول. تمام كده يا جماعه؟ يبقى كده احنا قدرنا نحدد المشروع ونعرفه، يبقى في اند ديفاينج للمشروع، في تعريف للمشروع معين احنا ما نتلخبطش فيه، لا انا ولا انت نقدر نتلخبط فيه دلوقتي. تمام كده؟ دي وصلنا للمود. طب نخش اللي بعده. احنا كده خلصنا الاسم، تسميه المشروع نفسه. تيجي نخش بقى على الفايلات. طب احنا عايزين نفسر يعني ايه فايل في الموجود اصلا في المشروع. احنا انواع الفايلات في المشروع بيبقى نوعين، يا اما شغل في الموديل يا اما شغل في اللي اوت او الشيت. ايه الفرق بينهم؟ الموديل هو اي ملف فيه شغل بيعبر عن البلانات زي الاكس ريف والبيز بلان. الاكس ريفات هي البيز بلان، بس الاكس ريف يعني الفرق بين البيز والاكس ريف، الاكس ريف بيستعمل في كذا مكان، انما البيز هو ملف بيستعمل زي ايه؟ هنفترض مثلا عندنا مشروع بنشتغله، فاحنا هنحط الانوتيشنز كلها في ملف لوحده. يعني ايه؟ يعني روم نمبر ده ملف، الدايمنشن ملف، التكست ملف. انت بتفصص المواضيع كده ليه؟ احنا بنحاول نجيب مستوى عالي شويه عشان لو حبيت تقلل عنه ما فيهاش حاجه. يعني انا ممكن اعمل مشروع لوحده الانوتيشنز والتكست والدايمنشن والبلوكات اللي هي التعريف، مثلا روم نيم ده مثلا، او الدور نمبر او الويندو نمبر، ده محتاج فايل لوحده. لكن المشروع صغير مش محتاج ده كله، مجموع فيلا دورين وارضي، فمش محتاج ان انا افصص بقى الحاجات دي كلها. فانا اعمل فايل اسمه انوتيشن مثلا، ده اللي هو البيز بتاعي. الاكس ريف بقى اللي هي الجزء اللي بيستعمل في كذا قسم زي الحوائط. انا ما برسم الحوائط لوحدها، لان كل الاقسام بتستعملها. طب والاكس والاكساب، الاكساب كل الاقسام بتستعملها، فهو ده اكس ريف. لكن البيز هو بيستعمل في حاجه معينه اللي معماري مثلا لوحده. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى نيجي نبص هنا نلاقي ان بيقول الموديل هو الفلور بلانز والاليفيشنز السكشنز الفريمز وهكذا. بالنسبه للفريم في حته لازم نخلي بالنا منها، انا برسم الفريم برسمه في الموديل وبعدين اسحبه اكس ريف على اللي اوت، لان لما بسحب اكس ريف الحاجه اللي في اللي اوت ما بتبانش، ما بتظهرش معايا في الاكس ريف، كل اللي بيظهر في الموديل بس. فانا هرسم الفريم بتاعي في الموديل عادي، والداتا بتاعته المتغيره احطها انوتيشن، احطها زي تيت البلوك بتاعنا في اللوحه نفسها، انما الشيء الاساسي موجود. طيب الفريمز ممكن اقسمها؟ اه ممكن اقسمها. انا لو عندي شغل معماري بس اعمل قسم معماري. طيب لو اقسام ثانيه مختلفه، يبقى الشغل البيز بتاعي الشغل الاساسي بتاعي موجود في فريم لوحده، والحاجات المتغيره اخلي لها فريم ثاني. تمام كل ده؟ طيب كده احنا خلصنا فهمنا الفرق بينهم. طيب النقطة الأساسية إن كل حاجة لازم نحدد الزيرو زيرو بتاعها، ونبتدي من جي اس نظمة الجي اس على الورل. نكتب عامة في أول ما نمسك اللوحة جديدة بنكتب يو سي اس. ده أنا عايز أظبط اللوحة دلوقتي على الأساس بتاع سي دلوقتي، هكتب يو سي اس. تمام، هو بيقول لي يو سي اس أنت عايزه إيه؟ عايز فيس ولا عايز صغير مثلا في الاكساب بتاعت الموقع والحاجات دي كلها، بس بالحس الاعلامي اللي هو المساحه اللي بيجيبها. فانا عايز اقول له غير، خلي الحاجات دي الزيرو زيرو بتاعت الملف هي الزيرو بتاعت العادي بتاعت البلد، فخليها حته واحده. فانا هقول له اليو سي اس بعدين وورلد انتر. تمام، بعدين بلان انتر وورلد برضه. كده انا ظبطت الاوتوكاد بقى حاجه واحده. تقدر سام بقى من النقطه 00 زيرو زيرو. ادي برسم لاين 0.0 اي نقطه كده انا عرفت ايه نقطه الزيرو بتاعتي. هنا هي دي الزيرو زيرو بتاعتي، ابتدي الشغل منها. طبعا احنا في زي ما بنقول ايه، في مواثيق بنحطها في المكتب
يبقى الناس كلها شغاله عليها عشان تشتغل صح. او اللي هي مثلا بناخد مبدئيا بناخد احنا بنحدد في المبنى عايزين النقطه الاخيره او تقاطع اول اكسات. عامه في ناس عامه بيستعمل اللي هو تقاطع اول اكس. فانا لو خدت اكسات خدت اكس اكس وواي تمام يا جماعه والتقاطع بتاعهم هو اللي هستعمله فين في بيعزله زيرو. طيب اللوحه دي هعمل فيها ايه؟ هستعمل فيها الحوائط اللي نقطة زيرو زيرو يا جماعه بنتكلم عليها تمام. اهي ادي كده الاكس اهو وادي الاكس الثاني اهو وادي مثلا المبنى بتاعنا اهو. اروح اعمل اول موف اول كده من هنا الى الزيرو زيرو مش عايزين العزيز زيرو يا جماعة. حد عارف ليه؟ حد عارف؟ اما بقى الحاجات من زيرو زيرو دي في اللي هي الريلاتيف كوردينيت دي بيشتغل من النقطة بتاعتي اللي هي بيستعمل النقطة اللي انا بستعملها. انا باخد هنا يا جماعة ونعملها تاني. خدنا موف من النقطة دي فبيقول الريلاتيف للنقطة دي ده بيشتغل الريلاتيف. انما الثاني اللي اختار الثاني هو البيز بيشتغل على الزيرو زيرو بتاعه اللوحه. فلما نيجي نعملها ثاني احنا شوفنا يا جماعه بنحاول نعملها موف اتجاه مش هتتحرك مكانها لان هو بيعمل ايه الابسوليت بتاعنا بيعمل الكوردينيت البيز بوينت بتاعته. هي دي بياخد النقطه اللي انا باخد منها هي بيستعملها البيز بتاعتي. طب لما نيجي نغيرها هنقول له في بنعمل كنترول كليك يظهر المنيو او ادوس على الاسناب سيتنجز هخليها من ريلاتيف هخليها ابسوليوت تمام. اقول اوكي اوكي نجرب تاني كده نعمل موف من هنا الى الزيرو زيرو هتلاقيها اتنقلت. بصوا يا جماعه النقطه دي الفكره بتاعتها فين؟ طيب يبقى تقاطع الاكسات دي هي اللي انا بستعملها هي الاساسي عندي تمام. يبقى انا هاخد بنقول له افتح يبقى احط الورك سيت بتاعتنا هنا اهي احط فيها الجنرال الحاجه بتاعتنا احط الكفر شيت كفر شيت والفريم ليست اوف دروينج تمام. احط هنا في البيلدنجز دي لو عندي بيلدنجز مع بيلدنج كذا بيلدنج هيبقى في بيلدنج 1 2 3 4 فهنا طبعا هغير هنا انا طبعا بعمل بيلدنج واحد فخلي دي بي 1 B01 B02 B03 ده شغل السايت اهو ده شغل الكونتراكت ماشي يا جماعه. طيب الاسمبل يبقى الاسمبل موديل فايلز فور بلوتنج اند فيوينج بروبس دي الشيت بقى اللي هو اللي هو ايه اللي هو الشيز بتاعتنا. انا فتحت مشروع بس انا عملت مشروع هنا اهو الفريمز اللي هي حاططها هنا دلوقتي احط الفريم هنا باخده في اللوحه بتاعتي بحطه كشيت. الشرط بتاعه الاساسي بتاعه ان هو بيشتغل الواحد لواحد الفريم لازم يتظبط واحد لواحد ليه؟ عشان لما اجي اطبع ماشي وكل لاي اوت لكل واعمل لاي اوت لكل حاجه مستخدم لكل جزء مستخدم. يعني مثلا انا عندي مشروع كبير عايز اقسمه مش هاجي على الموديل واروح حاطط الحاجات بتاعتي في لاي اوت واحد يعني كذا فريم لا كل فريم له لوحه واحده اللي تاب لوحده تمام يا جماعه. طيب احنا خدنا كده خلصنا انواع الشيت هي ايه. نخش على اللي بعده اللي هو ازاي نعمل الفايل بقى نفسه. الفايل نفسه هو فيه نفس الحاجات المشتركه بالنسبه للفايل للبروجكت نيم اللي هي السي اللي هي كانتري الير والبروجكت نمبر. بس هنخش بقى في حاجات زياده شويه هي اللي موجوده زياده عن الفايل نيم تخش في الفايل سوري عن البروجكت نيم. البروجكت نيم بيقف لغايه البروجكت نمبر هنا لغايه بنقف لغايه هنا البروجكت نمبر دي وبعد كده بنشيل التعريف الديسكربشن بنشيله ونبتدي نستعمل تعريف لكل فايل في اللوحه. احنا طبعا احنا لو خدنا مبدئيا لو
لو كل فايل فيه التعريفات ديت كنيمينج بس، كاسم الفايل فيه الحاجات دي كلها، تتوقعوا ان في فايل يتلخبط من مشروع لمشروع تاني؟ طبعا صعبه جدا، يعني ممكن اقول مستحيله، لان مفيش مش لان لو فايلين بنفس التسميه نفس البلد ونفس السنه ونفس رقم المشروع، يبقى انت بتشتغل على نفس الفايل، يبقى انت الفايل حاططه في حته وواحد حتى حاطه تاني، يبقى الاستراكشر بتاع الشبكه بتاع الاستراكشر بتاع البروجكت بتاع البروجكت نفسه في حاجه مش في مشكله مش مظبوطه. تمام. طيب هنخش بقى نزود، عندنا هنزود البروجكت نيم اهو، نزود الكود بقى هنا، هتحط اللي هو الايه هنا الحته دي، هنحط هنا الكود جي فور جنرال، اس فور سايت، بي فور بيلدنجز، المباني اللي احنا عايزينها. بعد كده في هنا حرف تعريف اللي هو الكود، وبعدين الموديل فايل، الموديل فايل تايب، وبعدين الفرود نمبر. نيجي ناخد اكزامبل عشان يبين لنا. احنا عندنا بيلدنج اي ايجيبت، المشروع فين؟ في مصر هنا. مشروع في سنه 20 رقم 53 بلامينج، ده رقم البلان رقم 01 رقم 02 03. طبعا بنبتدي مثلا عندي مبنى ارضي اثنين بيزمنت وارضي وميزانين، فنتي يبقى 00 معروفه دلوقتي هنا اللي هي ايه؟ اللي هي البيزمنت 2، 01 البيزمنت 1، الجراوند 03، وهكذا طول ما طالع. طيب في ملف ثاني نشوف الليست اوف درونج، مثلا رحت الليست اوف درونج هنلاقيها برده هي الاي اي، الاي برده زي ما هي، الرقم ماشي ماشيين ماشيين ماشيين، البي 1 والاكس اهو، ال او دي ليست اوف درونج، وده الفايل ال او دي، ده بنعمل فيه اللوحات ترقيم اللوحات، وبعد كده بنيجي في الشيت بقى في الفايل نفسه بنحطه في مكان ثاني هنوصل له دلوقتي، هنحط الشيت بتاعه والدرونج نمبر والحاجات دي كلها. طيب كده احنا وصلنا الملفات اللي هي في الموديل اللي استعملناها. نيجي بقى، طب لو انا عايز اعمل الشيت بقى اللي هو بيتقدم بيطبع ويتقدم للعميل، اهو نفس المبدا، همشي لغايه البيلدنج، وبعد كده بقى هشيل الاكس بقى واستبدلها دلوقتي للديسيبلين بتاعي، للديبارتمنت اللي انا شغال عليه، A فور اركتكتشر، فور اركتكتشر معماري، دي اللوحه الرقميه. طب انا عايز اعمل بقى تعريف معين للاي دي، هي كل قسم عايز له تعريف معين. طب نيجي نبص كده، انا ايه انا هقعد اختلف بقى؟ لا، هنعمل نحدد حروف معينه لكل قسم، ادي السي فور سيفل، ال فور لاندسكيب، اس فور ستراكشر، اي فور اركتكت، اي فور انتيريور، بي فور بلامينج، ميكانيكا، الكتريكال، تيليكومينيكيشن، فاير بروتكشن اهو، الاف اكس 3 دي برزنتيشن، ودي دوكيومنت، وفي زد كونتراكتور شوب درون. الدراك شوب درونج دي تعتبر زي الشوب، زي الشوب درونج اللي بتيجي من المقاول، لان طبعا انا كمكتب استشاري ما بعملش شوب درونج، او قانون في مصر هنا او نظام في مصر او في الدول العربيه عامه اللي بيقول شوب درونج هو مين؟ هو مقاول. لان في بعض الدول بتلزم المكتب الاستشاري ان هو يطلع الشوب درونج نفسه، هو بنفسه يطلع شوب درونج، يعني يعمل التصميم شوب درونج ويقدمها للمقاول هو اللي ينفذ. دي في دول كده، في دول عرفت قابلت ناس فيها هو ده نظامهم، وخصوصا دول الاتحاد اللي هي دول روسيا، اللي هي دول روسيا منفصله عن روسيا، كازاخستان وكازاخستان والحاجات ديت، هي بتقدم الاستشاري نفسه هو اللي بيقدم اللوحات كلها. تمام. طيب هنا في نقطه صغيره قوي هتبان قوي معانا، في اكس هنا 3 دي برزنتيشن فالفان، عاملين في اكس هنا اكس ريف، هتعمل كونفرت دلوقتي صح؟ لا، هيكون فايل اوتوكاد، لكن ال 3 دي برزنتيشن ده ما بيكونش، بيكون ماده حاجه ثانيه. فلما نلاقي نفس التسميه يعني كده هلاقينا بقول هتلاقي نفسك كده بتستعمل نفس التسميه لكل ملفات المشروع، اذا كان دوكيمنت برزنتيشن، اذا كان 3 دي ماكس او 3 دي ماكس او ريفيت، او ايا كان المشروع اللي بتشتغل، ايا كان البرنامج اللي بتشتغل عليه، فانت بتسمي الفايل نفس الاسم بنفس التفاصيل كلها بنفس الكودز كلها، عشان ايه؟ اهو نفس الكودز. لكن لما الاقي اكس في ملف ده اكس ريف، لكن لما الاقي اكس في ملف ثاني هو بيدخل في القسم بتاعه، اذا كان 3 دي برزنتيشن، اذا كان ريفيت، اذا كان 3 دي ماكس، وات ايفر بقى ده البرنامج اللي شغالين بيه.
تمام كده في الو ايوه باشمهندس مع حضرتك. سامعني؟ ايوه سامعك. سامعني؟ في استفسارات لغايه هنا يا جماعه؟ في احد عنده سؤال؟ لا الحمد لله مفيش اسئله لغايه طيب. لحد كده. تمام طب الحمد لله، يعني انا حاجتين، يا اما الحاجات على فكره احنا ممكن على فكره احنا شغالين يا جماعه، في واحد عنده بعض المعلومات دي او هي موجوده عنده، في ناس منا اذا موجود عنده بس متنطوره او متسلسله كويس، لكن في ناس عندنا انا مش بتكلم انا بجيب حاجه علم موجود لسه كبير قوي موجود، لا هي يعني الحاجات دي ممكن تكون موجوده، حد قابلنا في مكتب قبل كده هو عارفها، بس عايزين انا بقى دوري لازم يكون مؤثر في المكان اللي انا فيه، اخش المكان ما لقيتش سيستم معمول، ابتدي انا احط سيستم، ده هيريحني ويريح الناس اللي حواليا. متفقين يا جماعه؟ ليه؟ الحاجات دي كلها بترفع مستوايا، بتقلل الشغل عليا انا وبتقلل الشغل على ناس تانيين. فممكن حاجات من دي تكون موجوده. طبعا في زيتونه جايه ما تقلقوش هتبقى حاجات اللي هي مش موجوده. طيب الجزء اللي جاي بعد كده اللاير ستاندرزيشن في النيمنج والنمبر والحاجات دي كده، نخش بقى على الاوتوكاد. لحد كده يا جماعه موافقين؟ طيب ممكن بس ندي جزء كل واحد يعمل التري دي عنده كفولدرات. هو طبعا كل واحد فينا عارف شغل سيستم الشركه بتاعته، بتاع الشركه اللي انا فيها لا، انت حاول تعمل ستاندرزيشن ليك انت بقى للشركه. فهندي بس 5 دقائق كل واحد يحاول يحط سيستم هيكله لغايه البروجكت نيم يعملها ويظبطها، و5 دقائق بس وبعدين نرجع تاني نكمل. تمام كده يا جماعه؟ بس عمر كده تمام؟ باشمهندس تمام يا هندسه الله يكرمك. ماشي يا باشمهندس شكرا يا باشمهندس، اتفضل. السلام عليكم. أنا معاك في الميتنج دلوقتي. أيوة حضرتك معانا. طب مش طب كده شايفين الشاشة بتاعتي ولا لسه؟ أيوة طلعت كده. أه ظهر. لو في حد عنده استفسار أو حاجة زي كده وقفت أنا موجود حاضر.
نكمل تمام كده يا جماعه، كل واحد عمل حاجه، حد وقف قدامه حاجه في جزء معين في الجزء اللي فات ده. معايا يا جماعة؟ أيوة شلون اسم حضرتك؟ طيب ده كله حاضر نكمل؟ أه معاك. طيب في حد وقف قدامه حاجة في الجزء اللي فات ده أو مش راكبة معاه حاجة معينة؟ تمام بس كنت تعالى ترد يعني ونقول ولا إيه؟ يا استاذ عمرو نكمل؟ أو شو أنت سمح حضرتك نكمل إن شاء الله. ده بقى ده جزء بقى اول جزء محسوس جوه الاوتوكاد نشتغل عليه. تمام؟ عايزين نشوف الاول يعني ايه ليرو. تفتكروا زمان كده كان في موسوعه بتاعت الاطفال باسم الانسان هتفتح كلها ورق بلاستيك شفاف كده، فايه الموسوعه مقفوله تفتح تلاقي طبقة بتاعة الجهاز الهضمي، طبقة بتاعة الجهاز التنفسي، الجهاز البولي وهكذا، كل جهاز فيه ورقة. لكن لو جمعتهم كلهم فوق بعض هيبان هيبان جسم الإنسان كله. الليرز نفس المبدأ. هي بنحاول نفصص الموضوع بتاع المبنى نفسه عشان لما يجي نقراه بعد كده نبقى فاهمين اللي بعد جاي يقرا الموضوع فيعرف يبقى سهل. يعني مثلا أنا عندي في مول مثلا، فالمبنى مثلا الدور بتاعي ارتفاعه 5 متر او 6 متر، طبعا المولز بتبقى ارتفاعات عاليه شويه عشان فيها سيرفيسز بتبقى فوق السقف كتير، وهو المكان لانه ناحيه معماريه ثانيه ان المكان عشان كبير فلازم يبقى فيه الهايت بتاعه عالي عامه في الطرق مثلا بره والكوريدورز والحاجات دي. طيب اللهم صل على النبي. هنقول مثلا في حيطان واصله للفول هايت لغايه السقف، وفي حيطان اب تو بارتيشن اب تو سيلينج بس، يبقى دي بارتيشنز. هتفرق في ايه؟ انا كمعماري مش فارقه معايا في حاجه، لان المعماري بيعمل ايه؟ بيقسم التقسيمات من جوه، هو المعماري بيقسم للافراد. تمام؟ بعد كده ما يجي فوق بقى يبتدي يقسم الحيطان اذا كان في لو بارتيشن او هاي بارتيشن، هاي بارتيشن اللي وصل للسقف قافله تمام؟ او لو بارتيشن بتبقى السيلينج بس. هتفرق فين؟ تقسم في الانجينيرنج الناحيه الثانيه في الخدمات، لما يجي بتاع التكييف مهندسين التكييف مثلا لما يجوا يصمموا هتفرق معاه، لان هو يبقى عارف ان الهواء متحرك هنا فوق، هو يا اما بيطلب بيحب يعمل زوننج للمكان عشان يقسم التكييف مثلا، فبيطلب من المعماري ان في الحيطان تكمل، فده هيعرف ازاي الحيطان مكمله او لا. فيبقى انا لازم من الاول لما اجي برسم حيطان فول هايت وفي اب تو سيلينج، فحط كل واحده في اللاير بتاعها، فكده يبقى الاقسام الثانيه لما يجي يشتغل لما يلمس الاوبجكت كده بالماوس يعرف اللاير بتاعه فين، هيعرف هو كده يشتغل الحته دي فين. تمام كده يا جماعه؟ طيب عايزين مثلا نختبر مثلا ان المعماري بيشتغل في حوالي فوق ال 200 لاير، هنقول احنا بنحاول نكبر المشروع شويه السكيل بتاعها عشان نشوف 200 لاير. هنجيب تقسيم ال 200 لاير اسامي ازاي؟ في معهد امريكي، الامريكان في الحته دي بصراحه متقدمين شويه، ان هم ايه بيعمل تحليل لكل حاجه وبيروح عامل ستاندرد لكل حاجه وبيروح عامل بيقسم، دي بصراحه ميزه فيهم. ففي معهد اسمه الناشونال كاد ستاندرد، اسمه امريكان انستيتيوت فور اركيتكت، بيعمل ناشونال كاد ستاندرد فور اركيتشر انجينيرنج اند كونستراكشن. تمام يا جماعه؟ ده الفيرجن 3.1. هو بيقول لك ايه؟ احنا عايزين ده جزء بتاع اللايرز بس هنتكلم فيه، هنجيبه دلوقتي. قال لك احنا عايزين نعمل سيستم لللايرز، تسميات اللايرز بحيث ان هي تبقى مستعمله في كل الناس ما تتلخبطش فيها. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه
الوان اللاير، الوان اللايرز اللي هنشتغل عليها. طبعا احنا عارفين ان في تسميه لللاير وفي لون لي عشان يبقى متعرف لكل لايرز متعرفه. طيب التسميه خلصنا منها. طب الالوان عندنا 255 لون، يحط اللون اللي هو عايزه. نيجي بقى في الطباعه. في ناس بيشتغل برنت بار تايب، اللي هي لما نيجي نقول له برنت هنا يس نطبع، نقول له افتح حاجه هنا، فيقول لي ايه؟ هقف على اللير هنا، ده اللير ايه؟ كلر نمبر 1. طبعا احنا بنشوف اللير دلوقتي احنا واقفين باللون، فاي لير لونه احمر هيطبعه، اقول له اي لون عندك احمر اطبعه بوينت 1، واي لون اصفر اللي هو رقم 2 اطبعه بوينت 0.15، واي 7 اطبعه 0.5. تمام كده، لما اجي اطبع يبقى اي لون متحكمين فيه كده كده اختلوا اتخضوا دخلوا في بعض. يبقى كده انا مضطر اعمل سي تي بي لكل قسم لوحده، صح؟ يبقى كده مهلكه. طب انا عايز اوحد، قال لك اه ده في حاجه ثانيه اسمها، نرجع كده للاوتوكاد تاني، فين اللايرز؟ هات اللايرز، هات اللايرز زي احنا طبعا عملنا ده انا وقفت. طبعا احنا تحب نخش في الدي في البوكس ولا معروف ايه الفريز واللون اوف والحاجات دي كلها؟ تاني معروف. طيب هنيجي نخش على الكلر هنا، هو ده بنشتغل عليه. فلما يجي نطبع فبيطبع باللون. طيب اللاين، طيب تمام اللاين ويت بقى، قالوا لك احنا عملوا نظام جديد، نظام اللاين ويت ده ان احنا نطبع باللاين ويت. يعني ايه لاين ويت؟ يعني هنا بغير سماكه اللير ده، فانا كده بطبع اللير ايا كان لونه مش تفرق معايا، المهم اللير نفسه هيتبع بايه. فانا ممكن اقول له اللير ده ب 1.3، اقول له اوكي. طب ما تدينا مثال كده حاجه كبيره شويه. طب ما ندخل هديكم المثال، بس هندخل في النيمنج هوريكم لف ظريف لطيف كده حلو. طب نخش نرجع بقى للناس دول بيقولوا ايه، عايزين نصنفه ازاي. قال لك هنصنف اهو، هنا ابتدى في التسميه، هو ده اسم اللير. كل ده كل ده هنعمل بيه كده، اه كل ده هنعمل بيه كده، ده ينفعنا. اه هنا تو ديجيتس، خانتين هنا اي او اي اي هنا، وبعدين 4-4-4-. ان بقى اللي هي سيريال نمبر. في عندنا ده الديسيبلين بتاعنا، القسم بتاعنا هو ايه؟ ايه الاقسام الاحصائيه اللي قلناها من شويه اللي هي دي سي سيفل ال لاندسكيب وهكذا. الاقسام دي كلها يبقى كده قدرنا اول شيء نفصص اللايرز او نفصلها ما بين الاقسام باول حرف فيها، هو ده اللي انا مستعمله. تمام كده يا جماعه؟ فممكن نستعمل واحد او اثنين، ممكن نحط ايه بس. الاي اي ده هو بتبقى بتخش في اقسام ثانيه، مثلا الديمولج مثلا او الاكزيستنج، بتبقى حاجات زي كده بتستعمل. نخش بقى في الميجر جروب. تمام؟ السيجنتر بتاعنا اللي هو ايه؟ الوولز. احنا بنتكلم في الحيطان دلوقتي. الحيطان فيها، دخلنا في الميجر جروب دلوقتي اللي هي ايه؟ الفول. اذا كان في فول او نسميها ايه؟ بارتيشن. تمام؟ وده الدايمنشن بتاعهم، دي خطوط الدايمنشن بتاعت الوولز دي. الموضوع برضو لسه، انا حاسس ان الموضوع لسه غريب شويه. تيجي نخش تفصيل اكتر. اهي التفصيله الثانيه اللي هو لما يكون في حرف واحد اللي هو الايه؟ اركتكت. اي اس فور سايت. ماشي يا جماعه؟ اي دي فور ديمولشت. اي ال اي اي سوري بايه؟ اليمنتس. انتيريور اي اي انتيريور. وهكذا، هذه الاقسام بتاعتنا. طيب هنا فضلنا الفصاص ده، ابتدينا نعمل مرحله مرحله نمشي فيها. طب خش بقى على التيل بقى مره واحده، تنشط ليرز كده نتكلم فيهم. ماشي حاضر. ناس فصصوا لنا، اه جابوا لنا ليرز. هات فين بتاعكم؟ اهي الاقسام اهي بتاعتنا بقى. خشينا في الفي ده قسم منه. اهو يا جماعه سي فور سيفل اهو ابتدينا.
عمل سي، وبعدين في مربع هنا يعني ما انا تحطه او ما تحطوش فبسيبه فاضي. تمام. اي اف ال دي ده الجروب الميجر جروب المينر جروب، بعدين الميجر بعدين المينر اللي هو جي ار في دي. هنخش بقى ايه اير فيلد جرافل سيرفيس، دخلنا في اللير اللي بعده اير فيلد بيرفمنت ماركينج وهكذا. تمام يا جماعه كده؟ يبقى كده قعد ده الناشونال جريد ستاندرد راح جايب لنا اللايرز وجاب لنا جزء كبير فيها وراح عاملها لنا. طب هي دي قانون تنزل عندنا نستعملها؟ يعني الول مثلا الول كات اهي، الول كنترول مثلا ممكن نسميها وول كات سي يو تي. طيب هنيجي بقى يا جماعه نبتدي نعمل اللايرز بتاعتنا احنا بقى، نبتدي نصنفها. انا عايز احطها هنا بس عشان نبقى باينه وبعدين نعملها في الاوتوكاد. هنعملها ايه داش الولز. تمام في فول. تمام ممكن بقى ناخد الاي داش وول داش كات اللي هي القصيره. تمام في برضو الاي داش انو الانوتيشنز بتاعتنا داش ده عندنا الانوتيشنز ايه في دايمنشن. تمام وفي تكست يبقى ايه داش انو سوري داش في تكست وفي وهكذا. ف التسميات دي برضو ممكن تبقى ايه، ممكن اقسم الدايمنشن نفسها دايمنشن في دايمنشن ان دي اللي هي داخل المبنى وايه انو انوتيشن برضو داش دايمنشن اوت دي اللي تبقى خارج المبنى. طبعا لما بنعمل مبنى بنحط دايمنشن بره ودايمنشن جوه، وانا عايز افصلهم هفصلهم، مش عايز افصلهم هخليهم دايمنشنز بس. تكست نفس المبدا. تمام يا جماعه؟ طيب عايزين فايل حاجه كده حاجه محترمه كده نفتحها. في في طبعا، تعال نشوف الملف ده. فين؟ ايوه هنا. ناشونال كاد ستاندرد اهو في اليو اس اي امريكا عامله اللايرز تمبلت، عامله ليها تمبلتس ليها. نفتح نبص عليه كده يا جماعه. سبيسيفاي اجنور. شايفين يا جماعه؟ طيب ادي المعماري راح مبتدي الانو انوتيشن اهو، المعماري انوتيشن الدايمنشنز بتاعته حطها في لاير. الكي بلان بلوكه شويه يا جماعه عشان تشوفوا اهو في انوتيشن دايمنشنز، اللي بعده انوتيشن كي. يعني ايه كي؟ بص هنا نشوف ايه اهو الاولانيه اللي هي الايه الدايمنشنز الويتنس والاكستنشنز لاينز دايمنشنز. تمام. طب الكين اللي هي الكي ان بقول ان هي ريفرنس كي نوتس ويز اسوسيشن. الصفحة اهي تمام كده يا جماعه. يبقى التسميه ده موجوده في حته في اللايرز عايز اقول عليها اللي هو الفلتر، ودي بتساعدك في عمليه فرز الفلترات اللي هي دي. استعمل بس ال هنكسر ناخد لير عشان الملف بس فيه لايرز كتيره هو اللي ايه اللي عامل في الحكايه دي. طيب هنيجي ناخد نفتح لنا فلتر جديد. انا عايز اظهر الملفات المعماري بس، بقول له مثلا انا عايز الايه الارك لايرز، عايز الارك بس. فهاجي اكتب هنا الغي بس بقى الحاجات دي عشان تبقى في هنا. ممكن اعمل فلتريشن ليها بالستاتس بالنيم بالاون والاوف لوك كلر لاين تاب ممكن حاجات عامه احنا بنستعمل في الايه في النيم. فهنا في الاستريكس انا عايز كل حاجه بدايه هاخد الاستريكس ورا اقول له اي لير في اي داش
فلتره لوحده، واقول له اوكي. فلما بدوس على الاول بص هنا بيجيب لي كام لاير، 2000 وشويه. لما نخش على الارش بس كده جاب اللايرز اللي بس فيها في المعماري بس. بص هنلاقيهم كام لاير تحت، 89. طب تيجي نعمل واحد تاني، عايزين لايرز الانوتيشن بس، اللي هي الانو الانوتيشن دي اي ديسيبلين تانيه، ففي ديسيبلينز تانيه فهحط الاستريكس وبعدين اكتب كلمه انو، في استريكس بعديها وقبليها قبليها وبعديها، فكده جاب لي كل اللايرز اللي فيها انوتيشن هيظهر لي لوحدها هنا. هنا هنا المعماري البي ماشي، السي سيفل، اي الكتريك، كل كل الديسيبلينز اللي فيها انه راح جايبها بس. بسيطه يا جماعه الحاجات دي سهله. طيب هنيجي بقى نبص على هنخلي بس اللوحات الليرز المعماري بس عشان دي نشتغل عليها تبقى اسهل شويه في الشغل بتاعنا، عشان الجزء يبقى خفيف بس شويه. شايفين هنا يا جماعه الليرز عامل ايه؟ اللاين ويد دي اللي هي نيجي اول واحد خالص الدايمنشن انو دايمنشن 0.25، الكلين اوت برضه 0.25، الماسك اللوح دهوت اللير ده اللي هو ايه؟ تكستشير او ماسك فور يوز ويز فوتو باك جراوند ماشي. النوت النوت عاملها 0.35 تمام كده يا جماعه؟ طيب انا عملتها كده. هنا لما نيجي نشوف ممكن نلاقي لما نعمل سورت باي كلر هنلاقي فيه كام لير هنا لونه واحد، الدولة دول كلهم متحددين لونهم الكلر بتاعهم كام؟ 8. طب نيجي نشوف بالبرنت بتاعهم، هتزوم هنا الاثنين كلهم سمك واحد، بس انا ممكن اغير هنا او ممكن اغير هنا مثلا، لو كنت اغير دي في حاجه هتلاقيها جت معانا. طب ممكن اغيره ادي اخليه كده، دي الحاجات اللي لونها ابيض. يبقى كده وصلنا ان ممكن يبقى اللون موحد ولكن الطباعه سماكه الخط مختلفه اهو. ده 5 ده 0.35 ده 0.25 كده يا جماعه. فاحنا كده ممكن نختلف في اللون، ولكن لما يجي نطبع سوري هنوحد في اللون، لكن لما يجي نطبع هنطبع سماكه مختلفه. هنا برضو اللون الاخضر اهو 0.35 0.25 0.35. ابص مختلفين ازاي، ده الستاندرد اللي جاي معانا كده. طيب الحاجات دي كلها بقى انا هفهم ايه هنا؟ في روف هنا جليز اي دي ان ايدنتيفيكيشن اهو، كل فلير من دول يبقى يفضل ان انا حاطط له بقى في النهايه خالص الديسكريبشن بتاعه. ديسكريبشن ليه؟ ويندو نمبر اند سيمبل. يبقى السيمبل بتاع الويندو نمبر اللي هي الدائره او الشكل السداسي اللي بنعمله للويندو نحطه في اللاير ده ونحط الرقم عليه. ليه؟ عشان لو حابب اقفله او حابب اعرف اذا كان ده ويندو او دور بيظهر الحاجات دي. طبعا احنا بنتكلم في العام، ممكن بقى انت عايز حاجه ثانيه ممكن تحط الويندو والدور في لاير واحد اسمه انوتيشن ايدنتيفاي، مش جليز بقى ولا اسمه انو ايدنتيفاي، تحط فيه الدور والويندو والحاجات دي كلها حسب المشروع بتاعك وحسب حجمه وحسب الناس اللي بتشتغل ايه انت عايز، وبتحاول ترفع المستوى شويه وهكذا في الحاجات دي كلها. حد كده تمام يا جماعه؟ دي حته هي سهله بس يعني ملخبطه شويه. السيستم عامه كله كده، انك تعمل سيستم هو تحس ان هو طويل او مبهوأ كده شويه واسع شويه، ولكن هو سهل انك تعمله بس هياخد وقت طول شويه. عشان يعني مثلا الليرز دي عشان تحددها بالحاجات دي هتروح كل قسم وتتعامل معاه وتقول له الليرز بتاعتك ايه وعايز تعملها ايه. حتى خلاص دي تحط لها الالوان بتاعتها والسماكات بتاعتها وتعمل برنت اوت تيست وتديهوله وتراجعوه مع بعض وهكذا كل قسم. بعد كده في اللي ندخل فيه بعد كده في اللايرز وفي التكست هايت والحاجات دي كلها هنلاقي دي السيستم زي شغالين عليها كده يا جماعه. القسم بتاع الجزء بتاع اللايرز بسيط او اتفهم ولا في اي معلومه في اي حاجه فيه مش لو في اي سؤال يا جماعه ممكن تعمل ريز هاند او تبعت في الشات. انا شايف الناس كلها يعني يا اما انا عارف اشرح كويس او الناس في حته فيها
لازم يكون في تفاعل مع الناس اللي عندها طيب اي معلومه وعايزه. اتفضل. هو ممكن في البارتيسيبنت في عده ازرار، يعني في منهم الجرين تشيك والنو تشيك. فممكن يعني مثلا لو قلنا مثلا اللي فاهم ممكن يعمل جرين تشيك، فهتبان العلامه نشوف من الحضور اللي هو في البارتيسيبنت هنا كم واحد هيعمل جرين تشيك او نو تشيك. فلو في اي، هل كده مفهوم؟ نعمل جرين تشيك، لو في حاجه مش مفهومه تعمل نو تشيك. في 9 10 11 12 13 14. انا بعملها ازاي عشان اقول يس، ادوس على يس؟ على ايس هو في 15 لحد 16. طيب طب والباقي؟ ما هو الباقي لو مش يس يبقى اكيد في سؤال، فممكن تبعته في الشات او تعمل ريز هاند تشاركنا بالسؤال. هو الملف بيشتغل بيه جميع الاقسام يا باشمهندس؟ ده سؤال. طب سؤال كويس ده. هو ايه الملف اللي بيشتغل فيه الاقسام؟ انا كل قسم بيبقى ليه ارز بتاعته هو بيشتغل بيها لوحده. انا حاطط هنا الناشونال كاد ستاندرد عامل ملف فيه كل ديسيبلينز. انا بوصل لمرحله معاهم يعني. بص حضرتك هنا بقى كده، انا وصلت، احنا لسه على فكره المرحله دي. ده في جزء من الكورس ازاي اعمل منيو زي كده وازاي اعملها وهكذا. انا عندي هنا الاقسام بتاعتي، عامل زرار بيعمل انسيرت انوتيشن بلوكس. انا طبعا بقسم البلوكس في انوتيشن وفي المعماري بارتيشن بلوكس اهي وفي اللايرز. انا بقول له نزل اللايرز بس المعماري بس. فمثلا لو فتحنا لوحه جديده، انا عايز بقى ايه عشان بس ما يخزنيش الجهاز اهو. قلنا جديده، لوحه جديده اهو، ونقول له اوكي. اللايرز عندنا اهي فاضيه. نخش مثلا على دي شركه كان بعملها اساسا دلوقتي اسمها الكشاف. دي شركه كويتيه في القاهره هنا، فدي على السيستم بتاعها. فنقول له مثلا نزل المعماري. بصوا يا جماعه بقى اللايرز عامله ازاي، ما نزلناش مع الناس يا اطفال. شوفوا يا جماعه نزل كام لير، 148 لير. انا عايز مثلا واحد لو حب دلوقتي، في واحد عمل ريز دلوقتي، ممكن حضرتك تعمل ريز تاني بس عشان اشوفه. انتوا متخيلين يا جماعه لو حابب واحد يعمل، لو انت شغال مثلا حبيت تعمل لاير جديد او ثلاث اربع لاير جداد، هتاخد قد ايه وقت؟ تمام يا جماعه. طيب في هنا اتنين الحمد لله وصلنا اتنين سؤالين هم. باشمهندس احمد قاسم، ممكن حضرتك تفضل. انا بس معلش انا اسف، انا كان ليا سؤال عشان بعيد عن يعني مش بعيد قوي، بس انا كنت عايز اعرف الديوريشن بتاعت المحاضره دي قد ايه، والكورس كله هيبقى كام محاضره تقريبا؟ معلش انا اسف لو هو بعيد عن السياق اللي احنا بنتكلم لا فيه طبعا حاليا. احنا طيب انا بالنسبه لي ممكن اقعد للفجر ما يهمكش. بس احنا طبعا عشان كنتوا، فاحنا ممكن مثلا هنقف لغايه اللايرز بس كده دلوقتي. احنا بس هنقف اللايرز ونشوفها، هنقسمها ونكمل بس كلمتين صغيرين فيها دلوقتي تمام، اللي هي السي تي بي، وبعد كده نقف، وبعد كده بكره ان شاء الله نبتدي نكمل. تمام. طب ها يعني هيبقى في سكادول مثلا لبقيه الكورس المحاضرات هيوصل لنا او هنوصل له بطريقه ما؟ انت عايز تقسم لكل محاضره؟ انا عايز اعرف بس كم محاضره في الكورس والمواعيد بتاعتهم، لان انا جالي بس انفيتيشن للمحاضره بتاعت النهارده، ما جاليش اي انفورميشن عن الكورس ككل، هيبقى كم محاضره ومواعيدها ايه والديوريشن بتاع كل محاضره قد ايه. طيب لان هو الموضوع مهم جدا، ويعني ومش صغير، الموضوع كبير، فعايزين نعرف برضه ايه الـ كل حاجه عنه عشان نبقى مستعدين، واحد يظبط اموره او مواعيده على الكورس ده بحيث ان هو يستفيد على قد ما يقدر. طيب شكرا جدا. اتفضل يا فندم. هو مبدئيا هم ثلاث محاضرات. هو على فكره يا جماعه الكورس ده احنا هو المفروض بيوصل محاضرات اكتر من كده بكتير، ولكن احنا قسمناه. احنا مبدئيا هنتكلم في الستاندرد بس دلوقتي، بعد كده هنخش في بعض في اللي هو اللي بيسموه الاوتوكاد ادفانس، ازاي يعني الانوتيشن نفسه هو ايه، نبتدي نخش بقى في شغل الاوتوكاد نفسه عامل ازاي. طبعا احنا هنحاول مش نتطرق هنا
ازاي النوتيشن يعني ايه، والبلوك والديناميك بلوك والبرنت والسي تي بي والحاجات دي كلها مش هنتطرق لها. احنا بنتطرق للنقطه العامه ازاي اعمل سيستم، فده حوالي ثلاث محاضرات. تمام. في بعد كده بقى اللي هو بيسموه اوتوكاد ادفانس، اللي هو ازاي نتعامل مع اوبجكتس تعامل ضخم شويه. في مجموعه محاضرات تانية بعد كده بقى الليسب، ازاي الليسب كودينج بقى، ده كورس كودينج بتاع الليسب نفسه، ازاي تعمل ليسب طبعا بصوره مبسطه. هتقدر يعني تفهم يعني تفهم ليسب يعني ايه ليسب دهوت، ازاي تدي بي، ازاي اوصل له. طبعا هنوصل لمرحله اللي هي تقدر تعمل كود لنفسك بوحدك، تفكر في حاجه معينه تعملها. الموضوع مش كبير، احنا بس لو سهلنا الموضوع على نفسنا هنلاقي الحكايه سهله. يعني نتكلم حاجه صغيره او زي كده، الاركتكشر اهو بقول له انسرت اركتكشر لاير، ده زرار، ده عامله ليسب بكل بساطه. انا بقى ممكن اعمل الانسرت ده اهو، امر انسرت، بامر انسرت العادي. هنعمل امر انسرت العادي ازاي؟ انسرت تمام، بعدين افتح او براوز، براوز معانا براوز، افتح على الحته الفلانيه، ادي السي، ادي الكشاف اهو، كشاف ستاندرد، اوتوكاد، سبورت، بلوكس، بقسمهم هنا، ادي المعماري اهو، ادي البلوكس وادي الليرز. فهقول له انسرت للباث ده كله الفايل ده بطريقه برمجيه بسيطه جدا، هتلاقي الحكايه سهله. هي يا جماعه الفكره فين؟ الفكره انا بعمل ستاندرد ان انا اسهل على اليوزر في الشغل بتاعه، دي نقطه. النقطه الثانيه بحاول اخلي الشغل اوتوميتنج على الاخر، بعمل عمليه اوتوميشن للشغل، مش عايز حد يفكر، مش عايز حد يفكر في الشغل، لا انا عايزك انت، انا عايز اخليك تصل من ان انت تفكر ازاي تعمل حاجه في الاوتوكاد، ان انت تفكر في شغلك انت. حضرتك معماري، فكر في الشغل المعماري. انا ما بعمل سيستم في الحاجات دهيت، انا انت كده خلاص ريحت نفسك ان انت مش الكريت لاير ده بالنسبه لك بقى صعب. في ناس بتعمل ايه؟ هو معاه الفايل بتاعه الستاندرد بتاعه هو وشغال بيه وماشي بيه من كل شركه لشركه، رايح معاه واخد السيستم، واخد في لوحه بتاعته فيها البلوكات، فيها اللايرز، فيها النوتيشنز، فيها الليدر، فيها الحاجات دي كلها، وفايل تاني فيه الديتيلز بتاعته واخدها معاه، يدخل اي شركه يروح حاططهم عنده في على الجهاز ويبتدي يسحب الفايل ده ويرزعه في اللوحه بتاعته واللايرز بتاعته يشتغل بيها وكل حاجه. كده مفيش هويه للمكتب، كده مبقاش فيه هويه من المكتب. في لايرز واحد يسمي ايه لايرز، مثلا يقول لك ايه 00 دورز. وفي واحد انا شفت مكتب مره واحد الديسكريبشن كاتبه في الفايل نيم، في اللاير نيم، واحد بيقول لك عامل ايه مثلا كذا، اسم الشركه مثلا اس، حط اسم الشركه في الاول، داش وولز اب تو سلاب اب تو سيلينج وولز فول هايت. انا شايف ديسكريبشن في اللوحه، وكده انا هقعد بقى اقعد اقرا، ده مكان ديسكريبشن مش مكان اللاير نيم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الالوان، كل واحد بيشتغل بلون معين وحاجات زي كده. هي دي الفكره يا جماعه البسيطه، ان ازاي اخلي الموظف اللي عندي يفكر في مجاله هو، مش في الاوتوكاد نفسه يشتغل ازاي. احنا شفنا اللايرز هنا اللي انا دوستها، دوسنا زرار راح بنزل لايرز، كام لاير؟ 150 لاير تقريبا. انت عشان تنزلهم انت او تكريتهم من الاول تاخد وقت قد ايه؟ لو كل واحد تخيل مثلا عشان يعمل ال 150 يعمل 20 لاير بس، مش هياخد اقل من ساعه، صح كده يا جماعه؟ فدي الفكره بتاعتنا. احنا نرجع تاني للسؤال، هي حوالي ساعه ونص، فاضل دقايق وهنقفل النهارده. في المفروض ثلاثه، لو طولت منها تبقى خمسه، بس ان شاء الله هنقفلها على ثلاثه. هتبقى المحاضره الرابعه اللي هي في اسئله، او الثالثه لو وصلنا، لو قدرنا نوصل للمحاضره دي هنخلي الاسئله بحيث ان الناس تتكلم براحتها. ازاي اعمل ريبورت؟ على فكره انتوا دي هتسهل عليك انت، في واحد بيعملها لنفسه. لو انا في اوقات في بعض، انا في مثلا بخش بتعين في شركه، انا موظف برضه في شركه، ان بجانب ان انا بعمل ستاندرد، فانا بكون في شركه اقول لهم يا جماعه الستاندرد والشغل بتاع، انا في شركه قعدت فيها خمس سنين، منهم سنه بقنع فيهم ازاي يعملوا سيستم بالطريقه دي، لغايه لما وصلتهم لمرحله ان هم بقوا اوتوميتنج، لان الحاجه تخلص بسرعه. لما المدير شاف المنظر ده قال لا خلاص يا حسن نزلها سيستم على الناس كلها. تمام يا جماعه؟ في شركه ما نفعتش، شوف انت بتعملها ليك انت، اديك انت جمعت حاجتك بنفسك وازاي حطها وازاي 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 وجمعت. يعني مثلا الاوامر بتاعت الاوتوكاد بتاعت التكست مثلا، زي عندي ثلاثه الاين اهم، في الاين تكست، الاين فيرتيكال، والاين هوريزونتال.
دي الاثبات على فكره، يعني ده الاثبات مش بتاعي فانا، بس انا قيته وحطيته فانا خدته عندي، بس بستعمله هنا بدل ما اروح بقى ايه هروح وراح اجيبه منين واحمله والحاجات دي كلها. وصلت الفكره يا جماعه؟ فبالتالي الكلام دلوقتي نحس ان هو ايه جامد شويه، لان هو لسه في حاجات بره الاوتوكاد شويه، احنا متعودين ان احنا نشتغل في الاوتوكاد بس، لكن دي حاجات بره الاوتوكاد. الحاجات اللي بره الاوتوكاد لو انت استعملتها زي الفايل نيمنج مثلا، انت كده انت وفرت على الشركه كلها شغل رهيب. مثلا ما تكون في شركه كلها اسمها جراوند فلور بلان، فانهي مشروع بالظبط؟ انا اتريت فايل ده بتاع انهي مشروع؟ يا جماعه احنا نقعد ندور ازاي، ما ينفعش. تمام يا جماعه؟ فهي دي الفكره بتاعتنا ببساطه. كان في واحد، في حد محتاج سؤال تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس حسن ربنا يجازيك خير وربنا يجازيكم خير جميعا. حياك ماشي. انا بس كان عندي سؤال بخصوص ان مثلا ممكن تبقى عندي لوحه كاد انا حملت فيها دلوقتي 120 لاير مثلا او 50 تكست ستايل او 50 دايمنشن ستايل او 100 بلوك، كل الحاجات ديت انا لسه ما استعملتهاش. تمام. كل ده مش ممكن يعمل لي مشكله في الدروينج اللي انا شغال بيها، خصوصا ان اصلا يعني انا بشتغل وبيبقى الكونسبت عندي ان انا اول لما اخلص اعمل برجع عشان ما يبقاش في ايرور في الدروينج، ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في حجمه كبير او يسبب لي مشكله. يعني الحاجات دي كلها ان انا تكون عندي عدد كميه الداتا اللي موجوده جوه الفايل دي وان انا لسه ما استخدمتهاش او اللي هي مش مستخدمه بالنسبه لي في الوقت الحالي بس هستعملها في المستقبل، ده مش ممكن يسبب مشكله؟ شكرا. بس حضرتك سؤال تاني، لو نزلت مثلا انت عايز تستعمل مثلا، انت شغال حضرتك قسم اشتغل في قسم حضرتك استراكشر، يعني انت ترسم مثلا السلابات في ليرز والفاونديشن في ليرز، في مجموعه ليرز للفاونديشن. تمام في موقع تمام، وفي موقع مجموعه ليرز ثانيه للسلابس. انا منزل هنا ليرز كلها تتنمر هنا، صح كده؟ اولا كتر الليرز والحاجات دي مش هتفرق معاك في حاجه في حجم الفايل، التاثير القوي اللي انت بتقول عليه دي نقطه. النقطه الثانيه هنيجي مثلا ايه، هناخد الليرز كلها، دي الليرز. على فكره يا جماعه في بعض الحاجات بستعملها للاثبات، فلو حد احتاج من نفس معين يقول لي انا هبعته له. بالنسبه ماشي يا احمد. دي مثلا مجموعه الليرز في اللوحه، ده لسه عامله اسمه ال دي. تمام، ده بيرسم خط كل لاير. لو عملنا زوم كده على لاير معين هنا هتلاقي هنا اسم اللاير، وبعدين في نقطتين في بعض والديسكربشن بتاعه، وبعدين في خط تحت هنا سامبل في اللاير نفسه. فاحنا لو مشينا كده هنلاقي ايه الهيدن هيدن بان انه هيدن، والسنتر لاين بان سنتر لاين، وحاجات انت تبقى شايف الحاجات دي كلها اساسيه موجوده معاك. احنا نزلنا الليرز كلها دلوقتي، لو جينا نعمل برج هيعمل برج، مفيش ليرز هي ما عملناش برج. تمام كده؟ طب لو مسحنا نصهم المفروض انه هيعمل برج لان انت دلوقتي مستخدمها كلها. هنمسح جزء منهم اهو. انا كده اشتغل، انا محتاج ليرز، محتاج 3 4 لير، رحت منزل ليرز كلها ورحت عامل لها ايه، رحت عامل مسحت، انا مسحت استعملت الشودره بس، مسحت الباقي اهو، بعمل برج هلاقي ليرز البرج شير، صح؟ يبقى كده مجموعه الليرز قلت بقت 40 لير تقريبا، صح؟ حاجه تانية بكل بساطه محتاجهم تاني، اروح منزل الاركت تاني، هقول له انسرت ليرز تاني، راح منزلهم لي كلهم. تيجي نبص عليهم كم واحد تاني. اوكي طبعا في مستوى اعلى من كده بقى 150 لير تاني تقريبا. تمام تمام بس انا ما كانش قصدي ان انا اعمل لها ريلود تاني، ان انا ادخلها تاني للدرون. انا قصدي ان انا الفايل اللي انا هبتدي بيه اصلا ايه اللي يخليني احمل فيه 150 لاير؟ ايه اللي يخليني احمل فيه 10 ستايلات للدايمنشن او التكست كستارت؟ يعني انت فاهم قصدي، انا لسه ببتدي. نعم. بالدروين. حلو. انت اولا انت في هنا في مثلا اللايرز انا عاملها اللي كده ليه؟
لان المكان اللي انا بديله الشغل دلوقتي بعمل له سيستم دلوقتي هو معظم اللوحات بيجي له جاهزه، بيجي له من اقسام كده جاهزه، هم بيشتغلوا زي السب كونتراكت زي السب كونسلتنت تمام، بتجي له بتجي له اللوحات من مكان تاني مرسومه جاهزه. احنا كده هنا الفلكسيبيليتي بتاع الستاندرد من انا بتحكم فيه. الشركه دي ما بتعملش من الاول فروم سكراتش، ما بتديش هي كل شغلها ومعظم شغلها بيجي انه بيجي لها شغل من بره، فبتحول بتعمل عمليه لير كونفرجن بس بتعمل ليرز من كذا لكذا، فمحتاج الناس الليرز كلها الاول عشان يبتدي يحول براحته تمام. طب في شركه تانية محتاجه حاجه تانية، في شركه اسمها تانية، في شركه فيها الليرز بتنزل اللير، بنزل لير بالاسم يعني في لير معين عايزها بنزلها. تمام، ده اللي انا كان قصدي عليه. دي طريقه يعني تانية. الكيس اللي حضرتك موريها لنا دلوقتي ديت دي بتبقى سبيشال في مجموعه شركات معينه او في سكيل شغل معين. نعم، انما مش شرط ان ده يكون الستاندر عند كل الناس البيز اللي تبتدي بيه. هو بس انا السيستم في شركه تانية كنت عامل فيها نفس المبدا، بينزل لك باللير بالاسم. بينزل ايه معلش؟ اللير بالاسم، يعني هو بيجيب لك اسامي اللايرز كلها، تروح داس على اللاير اللي انت عايز تنزله وينزله لك في اللوحه. انا هعمله بس المره الجايه وهوريه لكم، واللي عايز هبعته له يعني تمام. فده بتنزل اللاير باسم. شكرا لوقت حضرتك ومش هطول اكتر من كده بقى. لا اتفضل اتفضل براحتك. شكرا لوقت. فده طبعا ده الفلكسبيليتي اللي في الستاندرد. انا بشوف الشركه شغاله ازاي وبعمل لها سيستم بتاعها. فالشركه كشاف ده هيت ان هي بيجي لها يا ساب كونسلتنت بيجي لها الرسمه جاهزه، فبيحاول يعمل عمليه تحويل للليرز بس اوبجكت من لير للير تبقى بتاعته عشان لما يجي يطبع ويجي يشتغل الحاجات بعد كده تبقى سهله، ما يقعدش يعمل سيستم لكل حاجه. حلو كده كويس. طيب في شركات ثانيه بتحتاج مثلا لير او اثنين او خمسه او مجموعه بتاعت الانوتيشن بس، دي المره الجايه هحطها لكم واجيبها لكم مش عارف موجوده ولا لا. نشتغل على الجهاز هو اللي بينزل بنسمع السيستم اللي بتاعه يعني. طيب هنشوف بقى دي يا جماعه ملف. طبعا شفنا لوحه الاوتوكاد، ده ملف اكسل بقى الاقسام اهي موجوده. ده بيبقى اسهل ان انا بتعامل مع القسم بطريقه بكده اسهل، لان التعديل فيه اسهل كده في الاول. دي في عمليه تحضير للسيستم، فلما بعت عم على الاقسام بقول له مثلا انت دي اللايرز اللي موجوده عندي، فانت لو عايز تزود عليهم دي في الجنرال مثلا، وادي المعماري الاركتكت هم، فدي اللايرز اللي عنده بديها له. هو بيقعد طبعا هو طبعا من انت بتتكلم مع رئيس قسم، فرئيس القسم يبقى خبرته موجوده عارف ان هو اللاين ويد ده هيبقى كام وده هيبقى كام، فيبقى عارف الحاجات دي، فيا اما بيزود اللاير او بينقصها او بيغير الوان بغير لون معين او بيغير الحاجات دي كلها. تمام يا جماعه، هي دي ده layers. دي layers موجود. طبعا هرفع لكم الملف الاوتوكاد اللي هو فيه layers كلها، اللي بيحب يقسمها طبعا بيقسمها، بس هو طبعا عشان يسهلوا على الناس فبيديك كل layers وبعد كده انت بتقسمها لو انت عاوز او بتاخدها جايد ليك تشتغل عليها. وده بقى الاكسل شيت اللي هو فيه تقريبا نفس layers هي موجوده باسلوب تاني اللي هي الاكسل شيت كل قسم بحر. تمام كده يا جماعه، تعالي كده معلومات كميه معلومات هي يعني مش كبيره ولكن كويسه يعني، واتمنى كده اكون وصلت لمرحله فهمت الموضوع ده. احنا كده نقف لغايه الليرز دي، نكمل بعد كده ان شاء الله. احنا موضوعنا حوالي ساعه ونص كل مره في ثلاث محاضرات، ممكن المحاضره الاخيره بقى تطول منها شويه عشان في اسئله مثلا، او ممكن نخش في المحاضره الرابعه والدكتور. اللي هيطول معانا طبعا في حكايه الاوتوكاد شويه هو ازاي، اللي هياخد معانا طول شويه هو ازاي تعمل سيستم ليك انت، هو ده اللي هيبقى ايه هيبقى صعب شويه، بس مش ما فيش حاجه صعبه يعني، هو طويل شويه. تمام كده يا جماعه، في اي سؤال لغايه المرحله كده؟ مهندس محمد عبد العزيز. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس، وجزا الله القائمين على الموضوع كل خير.
انا ليا تعليق بس، هو احنا مش لازم لما نيجي نفتح ملف عايزين نشتغل عليه نحمل كل الليارات او كل البلوكات. نعم هو في اصلا امر في الاوتوكاد اللي هو ديزاين سنتر، من خلاله بقدر اتحكم في كل لاير انا عايزه او بلوك او دايمنشن وانزلها معايا، بحيث ان انا ما انزلش كل البلوكات اللي انا مش محتاجها او ليارات او دايمنشن. نعم وهو اختصاره دي سي. انا يعني انا قلت بس اوضح للبشمهندس رساله قبل كده بس، الديزاين سنتر. وجزاكم الله خير. طب لو حد تحب نتكلم في الديزاين سنتر ولا نخليه في مرحلة تانية؟ خليه في مرحلة تانية، محدش كله ساكت. طب نخليه في مرحلة اللي هي لما نيجي نتكلم في الأوتوكاد، نتكلم على الديزاين سنتر هو إيه والليرز إزاي طباعة البابليش والحاجات دي كلها، نبقى في حاجات متخصصة في الحاجات دي شوية. عايزين نتكلم على السيستم دلوقتي. لكن عامة هتلاقي ال ديزاين سنتر اسمه دي سي، ده بنستعمله اساسي في حكايه البلوكات. طبعا هنستعمله المره الجايه ونورينا ازاي نعمل المره في ساعتها، يعني ازاي نستعمل البلوك وازاي نعمل. ماشي يا جماعه، في استفسار تاني؟ لو في اي سؤال يا جماعه ممكن حد يعمل ريز هاند او يبعت السؤال بتاعه في الشات. انا بصراحه انا ما بليش اسئله كده بصراحه، بحس ان انا الشرح مبسط وسهل جدا، فالحمد لله مفيش اسئله. انا حاسس ان كده انا عرفت اوصل المعلومه، فده الحمد لله. الحمد لله. طيب هي الفكره الاساسيه ان احنا دلوقتي بنسمع بس، فهنيجي نطبق. فعلى المره الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه اذا حان ربنا لما نيجي نطبق ونشوف الموضوع، لو انه سهل او في مشاكل قابلتنا يا ريت نتكلم فيه. طيب في سؤال لحضرتك بيقول ايه المفروض، ان انا اعمل ستاندرد ولا هو في ستاندرد عالمي موحد؟ الستاندرد هو احنا الكلمه في نقطه شويه، ان هو مفيش حاجه اسمها ستاندرد موحد. هو في حضرتك عندك عربيه، ايه الفرق بين العربيه الكيا والعربيه المرسيدس؟ في الهيكل العام هي دي عربيه ودي عربيه، في شاسيه وفي اربع عجلات وفي بادي ليها وفي موتور، يبقى كده ايه الدركسيون، ادي كده عربيه. اي شكل بالبونزا ده هو ده عربيه. الفرق بين العربيه الكيا والعربيه المرسيدس الاوبشنز، الموتور ده اقوى من ده، الموتور هنا امكانيات اكتر، هنا في تكييف، هنا مفيش، هنا في شنطه كبيره، هنا مفيش شنطه كبيره، هنا هي دي الفكره. انا عندي ستاندرد، انا بديك الجايد لاين بتاعه. هو حد تعريف في الويكيبيديا بيقول لك ايه جايد لاين، هو انا بوريك ازاي تعمل ستاندرد، لكن كل مكان ليه الروح بتاعته وليه سيستم بتاعه اللي انا بكيف الستاندرد على اساسه. يعني مثلا في مكان انا كميه الشغل فيه كبيره، بياخد مشاريع حجم كبير، فانا بعمل فايل مخصوص للدايمنشن، فانا ممكن اقسم الدايمنشن في دايمنشن ان ودايمنشن اوت، وفي مشروع تاني ممكن اخلي دايمنشن بس، حسب حجم المشروع وحسب المكان وحسب السيستم بتاعه وحسب حجمه. لان احنا زي ما قلنا ان ممكن اوصل ستاندرد حاجه واو على الاخر، ممكن اعمل لك عربيه باث فايندر فور ويل ضخمه، ودي تخش بقى تمشي في الحواري هتبوظ منك. تمام، فهي الفكره كده، الستاندرد بيتكيف حسب المكان بامكانياته بمتطلباته عشان اقدر اطلع بيه باحسن نتيجه ممكن. تمام استاذ، كده الاجابه واضحه؟ تمام. في واحد رافع ايده اللي هو محمد الملاح. الملاح اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس، هو انا كنت بستخدم ليزبس بس قليله جدا، اللي هو المالتيبل اوفست وبايزيد، كنت عايز استخدمه بس بعت اللي هو مكريت الليزب بس ما عملليش ريكوست. وكان في برضو كان لسه مشتري من كام يوم ليزب، هو مش ليزب، هو حاجه كده يعني بتعمل حاجه زي الاتش فاك والفاير فايتنج بطريقه اسهل، ان هو بيرسم الدكتس والحاجات ديت بسهوله. مش عارف حضرتك سمعت عن الموضوع ده ولا؟ هو كان اسمه باشمهندس، ثواني هجيب. ثروت
مصرح؟ لا بس باشمهندس هشام وفدي. نعم ماشي. طب فهي طب. الفكره ان انا ببقى عايز مثلا حاجات تسرع الشغل. هشام وفدي ولا عصام وفدي؟ لا اسمه هشام وفدي. تمام ابن عم وصف. ممكن فهو هو مهندس ميكانيكا خريج عين شمس وكده. فانا كنت عايز يعني لو يبقى اسامي حاجه نشتغل بيها، ويا ريت لو يبقى في شرح بسيط ليها بحيث ان احنا نستخدمها وتوفر علينا وقت في الشغل وكده. مجموعه نسبات قصدك يعني؟ يعني لو مثلا مش لو الوقت مش هيسع مثلا الحاجه لشرح كتير لزبل، بس يعني حاجات تبقى سريعه شويه تسهل علينا الشغل، الحاجات اللي هي مثلا السهله المعروفه اللي هي اللي احنا ممكن ما نكونش بنسمع عنها، زي مثلا اللي هو الاوتو بار او السي تي والحاجات دي، اللي هي الحاجات اللي هي السهله دي. ما هي دي بقى يعني ماشي لما يجي اسمع. اولا انا في مجموعه اثبات هنا اللي عاوز منها حاجه معينه انا طبعا ممكن اداركه كلها، بس الفكره فين؟ الفكره لو اديتك حاجات كتير مره واحده هتتوه فيها او هتكسل. فانا هبعت لك الهلب بتاع المجموعه الاثبات اللي عندي ديت، في مجموعه ثانيه طبعا، فانا هبعت لك الهلب لو انت عايز واحد منهم خده يعني قاسم القسم بتاعك. انا ممكن اديك ان حضرتك قسم ايه؟ قسم ايه حضرتك؟ انا عماره. عماره. انا عندي الاثبات مجموعه الاثبات بتاعت ستراكشر، فبالتالي مش هتفيدك. هي الفكره ان احنا مثلا لو في لزب بفيديو صغير مثلا للشرح لطريقه استخدامه يبقى كويس جدا برضه. طب انا بنزل على اليوتيوب عندي، نفتح اليوتيوب بقى نشوفه. يا ريت لو لينك بقى او كده. لا بس دي حاجات مش فري بقى، انت ادفع بقى. صح كده، الحاجات مش فري. أنا يا جماعة أنا بتكلم عن حاجات الفري، لو حاجة حضرتك يعني. طيب أنا حاجتي كلها فري، حاجتي كلها مفتوحة. يوتيوب اسمه ASOS 2000، ده أنا اسمي حسن عسوس، قلت حسن عسوس. تمام ادي الفيديوهات بتاعتي، في بعضها حاجات يعني مثلا الاكسريف، في شرح الاكسريف اهو، في ريموف ديكوشن ستامب. عارف انت لما تيجي تطبع ساعات بعد الفايلات بيطلع لك ديكوشن ستامب على حجم حرف اللوحه. تمام. هنا في ريزب هتلاقيه موجود، ده بيشيل الحكايه دي، فانا عامه لازم نستخدمه. والقناة بتاع حضرتك شرح عليها استخدام الحاجات دي وكده؟ بنهيم الحاجات قدامك اهي، في حاجات تمام. معينه انا ماشي في سلسله معينه بشرح فيها، ده تقليل حجم الملف في الفايل في الدي جي ان دوت. يا ريت يا جماعه لو كله اللي هو يخش على الموقع عندي يخش دي هيلاقي الفايل هنا اسمه الرابط بتاع البشمهندس حسن. ماشي حاضر، شكرا يا استاذ. دي جي ان ده تفتح هتلاقي فايل لزب، هتلاقي ملف لزب هنا موجود، ده خده حمله على اوتوكاد بس اتمسح، احطه تاني مكانه دلوقتي. بس انا احطه ده انت مش هتعمل فيه حاجه، انت بس بتحمله وتسيبه. عارفين نحمل ازاي النسبه عامه اللي هو في بيشتغل قبل شلوت الكونتينتس هنا زرار الكونتينتس، بعدين نقول له اد. انا بحط احط الاسباب بتاعتي عامه، احطها على عامه بحط حاجتي كلها على دي عشان لما الويندوز ضرب ولا حاجه السي يبقى محفوظ. فكل ما احط حاجتي على دي اروح اعمل الاسم من هنا اسمه دي جي ان. هو بيعمل عمليه في مشكله في بعض الفايلات في الهاتش بالذات بتلاقي حجم ملف جدا، فده بيظبطها. وسيبه هو بيشتغل لوحده وهو بيحمل، مش محتاج انك تعمل له ران ولا اي حاجه، هو لوحده بيعمل الشغل بتاعه. يعني في الفيديو بتاع حضرتك في الفيديوهات اللي على اليوتيوب في الديسكريبشن موجود لينك لتحميل الاثبات دي؟
باشمهندس خلاص خرج باشمهندس عمر. متصل معاه بس حصل معاه مشكلة تقريبا. هو يدخل تاني، خد بالك بس عشان تتأخر. تمام. تمام، احنا هننزل الرابط بتاع الحضور بحيث انك برضه تعمله. والحقيقه المحاضره كده خلصت الحمد لله. هو بس باشمهندس حسن هيرجع بس لو حد عنده سؤال يجاوب عليه. لو في امكانيه في رابط للاثبات اللي بيحكي عليها في الام بي يا ريت خلينا ننزله على الشات باشمهندس. ما هو الرابط بتاع بيتكلم بصفه عامه. القناه بتاعته هي بيتكلم، القناه بتاعته هي اللي هيدخل فيها استفاد منها كتير ان شاء الله. هننزل رابط. هو سأله الباشمهندس هل الفيديوهات بتاعته فيها لينكين لكل الروابط بتاعت الاثبات ولا بس شرح بس؟ هو سأله بس الجهاز طفى ما جاوبش. المهندس احمد حسام مشكور، نزل لينك الحضور لو حد عايز يسجل حضور. والمحاضره الحمد لله خلصت ان شاء الله، برضو المحاضره الجايه برضو يوم الجمعه ان شاء الله، تشرفونا باذن الله.